اخوك ريم اشرف، الطفله المصريه الجميله اللي عندها يعني مش طفله بقى، نقول شابه يا شباب، يعني مش طفله، 14 سنه. 14 سنه ريم ضربت الرقم القياسي المسجل باسم الاستراليه كريستسن كويل، عندها 38 سنه، في الغطس تحت الماء. وعلى حسب المده، يعني الاستراليه كانت سجلت رقم قياسي في موسوعه جينيس لاطول غطسه تحت الماء، كانت 51 ساعه و25 دقيقه. لكن الجميله الجميله ريم اشرف سجلت او حطمت هذا الرقم العالمي، الحقيقه كان 51 و25 دقيقه. طب ما هو نفس الرقم يا شباب، انتوا مش كاتبين لي هنا في الخبر اللي هي الرقم اللي اخدته كام. الأسترالية كانت 51 ساعة و25 دقيقة، ريم أشرف بقى حققت قد إيه؟ أكيد أكتر من 51 ساعة و25 دقيقة. مبروك يا ريم، فرحتينا الحقيقة، ألف ألف مليون مبروك. عايزة أروح إلى